هو عمل الأول من نوعه في دولة الاستقلال وفي الدول العربية، وجاء هذا العمل بمبادرة من معالي وزير أحمد بداني وهو صاحب الحوكمة، الذي أتاح الجمع بين اللغويين وبين أهل الاختصاص في عمل متقن موسوم بالقاموس الوظيفي لمصطلحات الصيد البحري وتربية المائيات. كنا عملنا فيه منهجية دقيقة جدا، هذه المنهجية علمية، ونروم منها أن نجعل هذه المصطلحات ذات العلاقة بالصيد البحري في أصلها ومصطلحات فرنسية أو إسبانية، جعلناها باللغة العربية من السهل الممتنع، وهو فعل نبيل جدا قام به المختصون من الوزارة ومن المجلس الأعلى للغة العربية. الشيء المائز في هذا العمل بأنه في تطبيق كما رأيتموه بالمجان، ويحمل بالمجان، يحمل من المجلس الأعلى للغة العربية بسهولة rcl1.dz متاح للجميع، وهذا هو الفعل النبيل الذي قمنا به شراكة مع هذه الوزارة. في مفاجأة أخرى نعلنها الآن مع إذن السيد الوزير، لأننا سنواصل العمل في مشاريع لاحقة إن شاء الله، وبدأنا وضعنا الخطة الأولى في لغة المحادثة في مجال الصيد البحري. كيف نجعل لغة المحادثة من السهل الممتنع؟ بسيط جدا، ويكون نعمل على تعميم استعمال اللغة العربية في كل المجالات، وهذا هو الشيء الأساسي الذي نروم أن نحققه في القريب، وبخاصة مع التقنيات المعاصرة. الحمد لله ربحنا المعركة في أن الدولة الجزائرية الآن تقول لا بد من الرقمنة، إذا نستثمر في الرقمنة بشكل جيد وفي الذكاء الصناعي. هو الأول من نوعه بنظام OCR، يعني أي كلمة تبحث عنها بمجرد أن تبحث يعطي لك الكلمة المجال في كل المجالات الأربعة. هي البداية والطريق تصنعه الأقدام. نحن إن شاء الله نجحنا بفضل الحوكمة لسيد الوزير وبفضل الخبراء. الحمد لله نقول حققنا منجز عظيم جدا في ظرف وجيز جدا جدا، والحمد لله. شكرا للإخوة الصحفيين، شكرا للإعلاميين، شكرا للذين جعلونا ننتشر، وفي هذا اليوم الكريم يوم الاستماع إلى المؤسسات الناشئة في هذه القاعة وفي وهران الباهية. السلام عليكم. شكرا.